في أولى فعاليات الجمعية الوطنية للمرأة في قطاع البناء والإنشاء لعام 2020، حضر عدد من كبار المسؤولين والموظفين بمختلف الدرجات الوظيفية في قطاع البناء والإنشاء من القطاعين العام والخاص وطلبة الجامعات للمشاركة في ندوة انطلاقة 2020 الخطوة الأولى. الجمعية الوطنية للمرأة المعنية بقطاع البناء والتشييد هي جمعية أساسها إبراز دور المرأة في القطاع البناء والتشييد، سواء محلياً أو وطنياً أو دولياً. من أهم المحاور الأساسية التي سيتم التطرق إليها اليوم هي عقود الإنشاء والمنازعات المتعلقة، وأيضاً اللايف كوتش اللي هي مهارات الحياة، وأيضاً إدارة الأفراد. وتأتي هذه الفعالية لتمكين المرأة التي تعمل في قطاع البناء والإنشاء تحت التخصصات الهندسية والإدارية وغيرها واستقطاب المزيد منهن وتوفير الدعم اللازم لها كجزء من تحقيق رؤية قطر 2030 المتمثلة في التنمية البشرية. اليوم المرأة أصبح لها دور بارز، وهي تعتبر فرد لا يمكن الاستغناء عنه في هذا المجتمع، وبالتالي هي دور فعال، لها دور فعال وكبير في البناء والتشييد، وبالتالي نحن نطلب من الجميع الانضمام إلى هذه الجمعية ودعم المرأة في خصوصا في هذا المجال. وتم التطرق إلى العديد من المحاور الهادفة إلى التثقيف والاطلاع المستمر في مجال قطاع البناء والإنشاء. وتعد الجمعية الوطنية للمرأة في قطاع البناء والإنشاء في قطر الفرع الأول من نوعه في الشرق الأوسط.